عندنا يعني خصوصا الايام اكو تقاليد صايرة عندنا، مثلا عيد الميلاد. صحيح هو المسيح عليه السلام من انبياء الله، كرمه القرآن، القرآن ايضا حط لنا منهج، بسم الله الرحمن الرحيم لا نفرق بين رسله، بين احد من رسله. نعم، رسل الله تبارك وتعالى كلهم موضع تقديرنا واعتزازنا. لكن هل هو عيد هذا؟ احنا يعني عيد الميلاد عندما احنا نشترك بعيد الميلاد تشوف تلقى المسلمين يشربون خمر اكثر من المسيحيين. نبه لي شوي، اقول لك انا حضرت عيد الميلاد، ادري يعني انت رايح بعيد الميلاد شنو يعني؟ جاي تستجلي سيرة المسيح عليه السلام. المسيح كان الى سيرة، لما جاي تعيد عيد ميلاد المسيح راح تستعيد سيرته، تستعيد اخلاقه. ها، لانه مثلا يعني انا لما اقرا بعض الشرائح من سير الانبياء ما في شك تقدم لي عظة وعبرة. المسيح عيسى عليه السلام مر يوم من الايام لقى واحد ملقا بالصحراء، هذا لا يبصر ولا يسمع وجسمه كله كأنه قرحة واحدة، شاف شفتيه يتحركان، دنا إليه، أصغى إليه، سمعه يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال له تعال انت شنو ضال منك سالم حتى ابتلى بك؟ عافاك شنو بيش؟ قال له والله عافاني بأن جعل في قلبي من الإيمان ما أشكره على جميع ما نزل بي، على جميع الأشياء اللي نزلت بي، الله أعطاني قدرة وصبر وإيمان وغيري حرم من هذا، هذا اللي انحرم من هذا نعم أنا أعتبره هذا محروم وأعتبره معاقب، بينما أنا معافى والحمد لله، لأن الله رزقني من الإيمان ما أشكر معه الله مع جميع ما نزل بي. يقول عيسى اهتز من هالموقف الأخلاقي الرائع هذا، اهتز له من أعماقه، قال له هل في نفسك شيء؟ أكو حاجة أقدر أقضيها إليك؟ قال له إي والله عندي حاجة. قال له ما هي؟ قال له أنا عندي ابني يومية يتعاهدني بالطعام والشراب، إلى 6 أيام ما إجاني، ما في شيء وما أعرف شنو قصته، لو تبحث لي عنه. ذهب عيسى عليه السلام قليلا ورجع، شاف ابنه قد أنحت عليه الذئاب فأكلته، فإجا إلى هذا العبد الصالح، جلس عنده، قاعد يما قام يمهد له شوي، يريد يخفف عليه وقع المصيبة، يمهد له حتى يخبره. قال له ادخل في صلب الموضوع، احكي لي وين لقيت الولد او لا. قال له لا والله القصه هكذا. يقول رفع راسه باتجاه السماء، قال الحمد لله الذي لم يبق في قلبي من هذه الدنيا حسره، انا كنت يعني متمسك بالبقاء بالدنيا على حساب هالولد. لما راح ما ظل عندي بعد، اللهم اذا شئت. يقول فاضت روحه. تأمل، أنا جاي أحتفل بعيسى عليه السلام مثلا، أقرأ لي قضية من هالأخلاقية من هالنوع، أشتجلي سيرة، أتعلم من عنده، أتعلم من أخلاقه. ومرة لا ولا جاي أحتفل بالأعياد، والاحتفال بالأعياد من هذا النمط اللي تشوفه يعني، ويا ريت الأمر يقتصر على الرجال دون النساء. لا، الآن عندنا تقاليد أن هذا لما يطلع كون عائلته ياخذها وياه. لا، والغريب شوف الرقاعة، الرقاعة يريد يربط لي أن الإنسان ما يمكن أن يكون متقدم أو ما يمكن أن يكون كائن حضاري إلا يمارس هالأعمال. شيء يقول له شنو علاقة الحضارة بهاي؟ ما شو علاقة الحضارة؟ أرجوك، هاي مسألة ترتبط بقيم، القيم اللي إحنا نعيش بها، المفروض إحنا مسلمين عندنا قيمة اسمها قيمة العرض، الكرامة. أرجوك أنا لما أطلع لي زوجة شابة وأزجها بها الأجواء الملوثة في مخاصرة الرجال أو في التشيب أو أو، شنو علاقتها يا أرجوك بالحضارة؟ وين إحنا؟ إيش عندنا الآن؟ الحضارة المحافظة على الذوق،
الحضارة رعاية الآخرين، الحضارة المواطنة الصالحة، الحضارة السلوك المهذب. ما له علاقة الحضارة بالتشيب بالتخلع. أرجوك شعدنا من قسم الحضارة، لا القسم المادي ولا القسم المعنوي. لا عدنا من الحضارة القسم المادي اللي الآن احنا مضطرين بأن نستورد أقل شيء من الخارج. خلي ننمي أنفسنا، ننمي ما عندنا حتى نعتبر أنفسنا كائن حضاري. فالبعض يقول أن الزور هو هذا، الذين لا يشهدون الزور، يعني هل أعياد، هل مناسبات، أكو مناسبات ما إلها علاقة، أفرض بعيد، مناسبات قومية مثلا، لكنها يكثر بها الاختلاط ويكثر بها نمط من أنماط الانحلال. يعني حتى خلي عنك، حتى لو نطيها أحيانا نطيها نلبسها ثوب ديني بعض مرات، لبسها ثوب ديني، مركز من مراكز الاختلاط، نطيه غطاء ديني، لا. يعني المفروض المرأة إلها كرامتها، إلها مكانها، الرجل إلى كرامته، أكو حدود أدبية رسمها الشارع. عنا لما نجتمع في مؤسسات من هالنوع ينبغي أن تكون حدود التربية محفوظة كما رسمها الله. يا البعد من بارك ما حد يحتليه،